بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض النهاردة إن شاء الله إيه تصميم الكومبوزيت كولمز لو عليها ام و ان، يعني لو هي في فريم، لو عمود فريم عليها ام و ان. فأنا عندي هنا كده بالنسبة لنا، لو عندي الكومبوزيت كولم، نفترض إن الكومبوزيت كولم عمود في فريم، والفريم ده عندي عليه ام و ان، وهنا كده كريتيكال سيكشن عشان انا اصممه. فهنا كده بالنسبه لي عليه مومنت، فعليه مومنت هنا بالنسبه لي عشان اجي اصمم هنا العمود بالنسبه لي هيبقى عامل ازاي. اول حاجه عشان اطلع الباكنج لينس بالظبط زي ما كنت بعمل عشان اطلع الكي فاكتور، زي ما كنت بطبق في الستيل فريمز الباكنج لينس ان بلين. يبقى انا عشان اجيب الباكنج لينس ان بلين، يبقى هنا كده بالنسبه لي هقول الال اكس هساوي الكي في الاتش، والكي اجيبها منين؟ من الالاينمنت شارت، اذا كان السايد سوي بيرميتد او سايد سوي بيرفنتد. بناء عليها هروح هناك في التشارت واجيب اللي هو الريشيو، مقبول هقول هنا كده ان جي اي هنا بالنسبه لي او هنج ب 10، الجي بي اللي هو بتساوي سميشن اي اوفر ال للكولمز على اي اوفر ال للجردرز، وبناء عليها هنا اقدر اجيب الجي اي والجي بي اخش بيهم في الالمنت شارت اذا كان السايد سوي بيرميتد او بيرفنتد. جبت الكي، من الكي اقدر اجيب اللي هو الباكلينجنس ان بلين، والباكنج لينس اوت اوف لين اللي هو ال واي هجيبه بمعلومات ايه؟ الشكل الفيرتيكال بريسنج، شكل الفيرتيكال بريسنج هنا بالنسبه لي لو انا افترض شكل الفيرتيكال بريسنج، فهنا كده بالنسبه لي لو انا بصمم في السكشن ده يبقى الكورسبوندنج باكنج لينس هنا بالنسبه لي اللي هو قدامه، يبقى اقدر احسب بالنسبه لي ال واي. لو انا هصمم نفترض كده سكشن ثاني تحت هنا كده، يبقى ساعتها الكورسبوندنج باكنج لينس اللي هو التول دوت. يبقى بناء عليها عرفت احسب الباكنج لينس ان بلين واوت اوف بلين ازاي، ال اكس وال واي منها. يبقى هنا كده بالنسبه لي هقدر اعمل الاول، يبقى اشوف السكشن بالنسبه لي اذا كانت فيلد كولمز او انكيزد كولم، او اذا كان انكيزد كولم، فمن هنا كده هقدر اشوف الانرشي عندي بالنسبه لي بتساوي كام، اقدر اشوف الار اللي هو الار اكس او الار واي بتاعت الستيل، وفي حاله الانكيز كولم زي ما قلنا بحيث ان هي لا تقل عن 0.3 الضلع العمودي عندي على الاكس. منها قدرت احسب الار الار اللي هو الار موديفايد اللي هو نسميها ار موديفايد. منها كده يبقى هنا كده بالنسبه لي هقدر احسب اللامدا بالنسبه لي هتساوي الكي في الاتش على الار موديفايد اكس، اول ده الاكس، والار واي اللامدا واي هتساوي ال ال واي كباكلينج على الار موديفايد واي، واشوف الاكبر في بحيث ان الاثنين دي لا تزيد عن 180، دي لا تزيد عن 180، والاكبر فيهم اخدها، ودي اللي هبتدي احسب بيها بناء عليها الاف سي بالنسبه لي زي ما خدناها في المحاضره اللي فاتت في حاله الكولمز. يبقى بناء عليها اقدر اعرف الاف سي. طب ايه اللي هيزيد في البيم كولمز؟ اللي هيزيد في البيم كولمز بالنسبه لي ان هو اداني هنا كده في صفحه 181 بيقول لي هنا كده، بيقول لي احسب في عندك انتر اكشن ايكويشن زي بالظبط ما كنت عملنا في البيم كولم. فبيقول لي الانتر اكشن ايكويشن هنا بالنسبه لنا بيقول لي خلي بالك ان الاف سي اكشوال على الاف سي الاوبل اللي انا حسبتها زي ما حسبنا قبل كده في المره اللي فاتت، انا عندي اللامدا اكس واللامدا واي اخد الاكبر فيهم، ومنها اذا كانت اقل من 100 يبقى انا عندي في معادله احسبها، هحسب الالفا واحسب الاف يد موديفايد واحسب اليانج مودولاس موديفايد، وبناء عليها احسب الاف سي لو هي اقل من 100 اللامدا، او لو اللامدا اكبر من 100 احسبها. يبقى من هنا كده عرفت احسب الاف سي اكشوال. طب الاف سي الون، الاف سي اكشوال اللي هيساوي كام؟ النورمال على الاريا ستيل الون، نورمال على الاريا ستيل الون. فبيقول لي هنا كده زائد الاف بي اكس، الاف بي اكس، الاف بي اكس عندي هنا كده بتساوي الام اكس على الاس اكس، الاس اكس بتاعت مين؟ بتاعت الستيل الون، الام اكس على الاس اكس بتاعت الستيل الون على 0.72 الاف يلد، 0.72 الاف يلد. الكلام ده كله مضروب عندي في الاي 1 زائد الاي 2 زي ما كنا بنتعامل بالظبط مع الستيل سيكشنز، زائد ال A2 في ال FBY على 0.72 ال F yield.
على ال F field، بحيث ان هو بيقول هنا كده ان ال A1 بتساوي CMX زي ما خدناها قبل كده على 1 ناقص ال FCA هنا على ال FEMX، على الاف ام اللي هو الام اكس لازم نكون اكبر من او يساوي الواحد، والاي 2 هتساوي السي ام واي على واحد ناقص الاف سي اي على الاف اي موديفايد. الام اي اللي هو الاف اي موديفايد اللي هو الام اكس دي بتساوي هنا 3.57 في اليانج مودولس موديفايد على لامدا اكس سكوير. اما الاف ييلد الاف اي ده الاف اي موديفايد اكس والاف اي موديفايد واي، الواي هتساوي 3.57 في لينج مودولس برضو على لامدا واي سكوير. يبقى انا كده عرفت احسب كل واحده في الاثنين هنا بالنسبه لي بتساوي كام. يبقى هنا بيقول لي ان الاف سي انا عشان اجي اصمم الفريم اول حاجه اجيب الباكنج لينس اذا كان ان بلين او اوتو بلين، بعد ما اجيبه جبت لامدا اكس ولامدا واي بين معلوميه الريدس بوكيريشن بتاعه الستيل بما لا يقل عن 0.3 الضلع العمودي في حاله الانكيزد كولم، جبت لامدا اكس ولامدا واي منها اتاكد ان هي اقل من 180 اتاكد ان هي اقل من 180 والاكبر في الاثنين هاخدها ودي اللي هحسب بناء عليها الاف سي اكشوال. الاف سي الاول الاف سي اكشوال هتساوي النورمال فورس على الاي ستيل زائد الاي موديفايد الاي اسف الاي 1 في الاف بي اكس اللي هو الاكشوال ستريس نتيجه اللي هو البندنج واللي هيقاوم عندي اللي هو الاس اكس بتاعت الستيل الون، يبقى الام اكس على الاس اكس على اللي هو الاول اللي هو هناخده 0.72 الفيل. كان سؤال بقى يعني هو ليه خدناه هنا كده 0.72 الفيل؟ احنا متعودين في الفريمات كنا بنقول عندنا 0.64 اف ييلد او 0.5 اف ييلد او اف لاترال تورشن باكنج. هو السؤال هنا كده بالنسبه لي هو احنا ما بنشيكش على حاجه اسمها اف لاترال تورشن باكنج ولا ايه؟ في حاله الانكيزد او في حاله الفيلد الفيلد لا طبعا مش هيحصل لوكال باكنج لاترال تورشن باكنج، لان لاترال تورشن باكنج بالنسبه لي انا عندي الفلانجه ممسوكه تماما في حاله الانكيزد جوه الخرسانه. طبعا ما عنديش فلانجات او جزء اللي هو انا عندي اللي سكان هولو سيكشنز مش هيحصل فيه لاتر اللي هو اللاتر تورشن باكنج بالنسبه لي. يبقى ده كده ما فيش اولا لاتر تورشن باكنج. تاني حاجه بالنسبه لي القطاع عريض جدا فالانيرشيا في حاله ان هو اذا كانت الانكيز او اللي هو الفيلد فالانيرشيا في الاكس قليله جدا من الواي، ففي الحاله دي الكود بيقول لي القطاعات ديت هتاخد الاول بتاعها 0.72 اف يلد. في حاله لما يكون القطاع بالنسبه لي الانرشيا في السترونج اكسس قريبه جدا من الويك اكسس فهنا بالنسبه لي خد الاول 0.72 الاف يلد. فبناء عليها خدناها في الكومبوزيت 0.72 الاف يلد 0.72 الاف يلد اذا كان في الاكس او في الواي. طبعا الفاكتور اللي هو الاي 1 او الاي 2 ده باخده واحنا شرحنا في السيل 1 ليه الكود خد اللي هو الترم اللي هو الاي 1 والاي 2 دوت. الاي 1 والاي 2 ده هاخده فقط لو انا عندي بالنسبه لي ان الترم الاولاني ده زاد عن كام؟ ايون يعني الاي 1 والاي 2 ده هيساوي واحد في حاله لو ده هيساوي بالنسبه لي واحد في حاله لو الليمت يبقى هنا كده الاي 1 والاي 2 خدناها اللي هو هتساوي سي ام اكس على 1 ناقص الاف سي اي على الاف اللي هو الاف سي ده الاكشوال على الاف اي ام اكس ده بالنسبه لي اللي هو بيساوي 3.57 اليانج مودولس على لامدا اكس سكوير وال 3.57 اليانج مودولس على لامدا واي سكوير. تمام شكرا، وان شاء الله نحاول ننزل لكم اكزامبلز محلوله للبيمز في حاله السمبل بيم وكونتينوس بيم وفي حاله الفريمز اذا كانت الفريمز هتبقى اول الكولمز الاول اذا كانت فيلد او انكيزد وفي حاله الفريمز اذا كانت فيلد او انكيزد كولمز ان شاء الله ونحاول ننزلها لكم ان شاء الله تباعا بحيث ان انتم تتمرنوا معايا. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.